الزملاء الأعزاء الذين يتواجدون الآن في استوديو اس اس سي، الكابتن القدير الكابتن محيسن الجمع الشباب من أجل حفظ مركزه في مواجهات دوري أبطال آسيا والتشبث بالمركز الثالث. مواجهة منتظرة نادي الشباب. قبل كل شيء سلام الوطني للمملكة العربية عام شباب. النهاردة نادي النصر بيلعب بحارس المرمى دانيال روسي، خط الدفاع أربعة، من اليمين سلطان الغنام، من اليسار غسلان كونان، قلبي دفاع اليوم الفارو، يسار متعب الحربي، مع ثنائي في خط الدفاع اليوم يشاركون في تشكيلة نادي الشباب. حسان تنبكتي وبيجوارو يتواجد اليوم اياغو سانتوس. وسط الملعب حسين القحطاني مع جريجوري كريتشوفياك، على يمينهم كارلوس جونيور، على يسارهم بيتواجد كريستيان جوانكا. اليوم يلعب مهاجما هو سانتي مينا، ومن خلفه العقل المدبر لنادي الشباب. ذات المباراة مواجهة منتظرة ومرتقبة بحول الله تعالى هنا في الأسبوع رقم 28 من مسابقة دوري روشن السعودي الخامسة، وهو الرجل الذي حكم من قبل نهائي السوبر السعودي في نسخة 21. الحسين القحطاني، القحطاني ينقل، لكن هنا الضغط السريع، سلطان الغنام ورونالدو، سلطان الغنام ورونالدو في اللقطة الماضية ياخذ خطأ من أمام حسين القحطاني، لكن بيقول هي رمية تماس من نصيب نادي واللي بتتحول في بعض الأحيان إلى 4-3-3. وضغط المرة دي من متعب، يا متعب يا من في مسابقات الدوري السعودي للمحترفين. كارلوس جونيور مع الكرة، جونيور يا لعيب يا لعيب، وكوانكا لسه الضغط شبابي ولسه المحاولة، لكن الفارو، حسين القحطاني يرجع حسين، ولكن لويس كوستا. رونالدو مع الكرة بينطلق البحث عن تاليسكا، رونالدو نقل لعبد الرحمن غريب، غريب غريب غريب، لعب الكرة حلوة، رونالدو رونالدو لتاليسكا، حسان، والمرة دي اياغو. وفارو لمسه لعبد الرحمن غريب، مع الكره غريب، غريب عدى عدى غريب عدى غريب، مر غريب، تاليسكا خد الكره من غريب، لمسه في الجانب الايسر الى البرازيلي جوستافو، عرضيه فيها خطوره، كارلوس جونيور. النصر يمني النفس في ان يبدا النصر مبكرا، وكذلك جمهور الشباب. عدت الكره، عدت المحاوله، علي الحسن، هنا الخطوره، الابعاد مره ثانيه، هو القدم بلمسه عند جوانكا، جوانكا يحاول المرور، ممنوع المرور. غريب يرجع مره ثانيه الى عبد الله الخيبري اللي نقل الكره في الجانب اليمين، سلطان الغنام، سلطان الغنام، الغنام، عرضيه حلوه من الغنام، محاوله، لكن حسان تنبكتي بالمرصاد، الى رونالدو، رونالدو يمرر لغريب، غريب غريب، مره ثانيه جوستافو، مرت بعرض الملعب والى خارج الملعب والى ضربه مرمى. صاحب 47 سنة قرصاته بيقول لهم محدش يقرب، محدش يقرب. أنا الحكم اللي بيقود المباراة رقم 508. قطع الكرة علي، لعبها في قلب الدايرة عند لويس جوستافو، بينية حلوة لغريب، غريب 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 غريب، مر غريب لرونالدو، كريستيانو، رونالدو رونالدو، عدى رونالدو، ولكن اياغو من امامه. هنا محاولة للحفاظ على الكرة، لكنها نواف يرجع ويمتعنا في الملعب لانه صاحب لمسة مختلفة ولاعب كبير. هنا الكرة اللي اتلعبت إلى تاليسكا، مر تاليسكا، عدى تاليسكا، هي الكرة إلى واحدة عالية عند رونالدو، الضغط مرة ثانية، وهنا المحاولة كارلوس جونيور، وإلى ركنية. رونالدو كريم في اللقطة اللي فاتت، رونالدو كريم مع تاليسكا في اللقطة اللي فاتت. بص رونالدو، بص رونالدو، بص رونالدو، قال له خد يا أبو الصحاب، ولكن حسان تنبكتي ما شاء الله عليه، ما شاء الله، أعلى مدافع سعودي حاليا هو حسان تنبكتي. لكن رونالدو، لكن شوف قراءة حسان في اللقطة اللي فاتت. تنبكتي لمسة على الأرض، المتعب الحربي، متعب متعب متعب، يسدد متعب، والمرة دي روسي يطلعها. الشباب ترقب وحاضر داخل منطقة الجزاء، عدت المرة دي، هنا الخطورة لسانتي مينا، ولكن هنا تاليسكا، لسانتي مينا يسدد، وتاليسكا مرة ثانية يطلعها رمي التماس لمصلحة نادي الشباب. شوف الإعادة في اللقطة الماضية، وحسان تنبكتي رافع إيده بيطالب، هيرجع يشوفها تاني أرساته، هيقول ايه أرساته، ما قرار أرساته، أرساته ركلة جزاء للشباب.
الأرجنتين الشباب أم أرجنتين النصر؟ جوانكا وراسي رحلها روسي، لكن الشبكة عايزة شعبا قيادة وأهلا وأحبابا، صعودهم إلى الفضاء لا يستقطب كل أنظار العالم. ريانا برناوي وعلي الجرني الى الفضاء، وهنا الانطلاقة اللي بنشوفها من جانب تاليسكا. سقط تاليسكا لكن لحق نفسه تاليسكا، لعب عند عبد الرحمن غريب في الجانب الايسر. عبد الرحمن غريب مع الكورة، عبد الرحمن غريب محاولة ارسال العرضية لكن ترجع الى لويس جوستافو. جوستافو بعرضية عالية عند رونالدو، خبطت الكورة من سلطان الفارو مع الكورة، يمرر الكورة الفارو، لمسة الى رونالدو، لمسة حلوة من رونالدو الى الخيبري على الارض الى تاليسكا. تاليسكا والضغط من احسن بسيطة إن شاء الله يا أبو جونيور، بإذن الله بسيطة يا أبو جونيور. شوفينا كريستيانو وبعد ما لعب أياجو أم بكمل عليه، أياجو سانتوس كمل عليه. سلامات لكريستيانو. الأرض إلى أندرسون، تاليسكا، تاليسكا إلى كرة أمامية، حسان تنبطي قفل على رونالدو، هنا يصفر الحكم لمسة يد على حسان، وضربة حرة من نصيب رونالدو. علي إلى جامي، غسلان كونن يمرر الكرة لعبد الرحمن غريب، غريب مع الكرة، غريب عدى غريب، مر غريب، مر غريب، عدى غريب، عدى غريب، وفواز الصدور مع غريب، حكم المباراة بيلاعب إلى كونا. أوه يا رونالدو، أوه يا رونالدو على الحظ، أوه يا رونالدو على الحظ في العرضة وإلى ضربة مرمى، ولكن جنب من رونالدو وإلى ضربة مرمى. شوف الكرة، شوف رونالدو ما شاء الله ارتقى فوق الجميع، ورأسية رونالدو يا راجل ده متعب الحرب اتخبط. وهنا حسان تومباكتي لكن الكرة في العارضة وإلى ضربة مرمى من نصر غنام. الحديث عن عبد اللطيف الغنام وإلى بينية علي لجامي، رجعت الكرة إلى عبد الله الخيبري، الخيبري يلعب كرة عالية، الخيبري في الجانب الأيمن، سلطان الغنام يا ولد استلم كويس، سلطان، سلطان لف العرضية العالية ولكنها بعيدة عن كرة أمامية إلى علي الحسن، مع الكرة علي الحسن، راح علي الحسن، خطيرة للنصر، خطيرة حسن تومباكتي ما شاء الله عليه، ممنوع المرور أو الاقتراب أو حتى لعب العرضية يا حسن. الشباب برضو على مستوى المدافعين، الأسماء اللي كانت مع مين بقى، مين بقى اللي خد إنذار؟ الفارو وجوستافو، الفارو وجوستافو في وضعية غير مريحة لجوانكا، اتقطعت، رونالدو استلم الدفعة من أياجو، حكم المباراة بيصفر ويقول خطأ ضربة حرة. شوف رونالدو بيقول له تاني واحدة، بيقول له انتشارا وتحركا ونقلات للكرات على الأرض. هنا اللمسة من بانيجا إلى جوانكا، شوف بيتحركوا البعض كويس إزاي، التاني يا لعيب. لسه ما كملتش كلمتي، لسه ما كملتش كلمتي، قلت لك لعيبة وسط الملعب بيلاقوا بعض. هنا المحاولة لبداية الهجمة من مناطق وسط الملعب، الشباب يقدم أداء رائع إلى الغنام، الغنام مرت لخارج الملعب وإلى ضربة مرمى سلطان الغنام، سلطان، وخاصة أن المتبقي جولتين. وهنا المحاولة ما بين لاجامي وما بين سانتي مينا، نكبر يا رجالة، نكبر يا رجالة. كرة بتتلعب في أقصى الجانب الأيسر إلى غسلان كونر، يمرر الكرة الأمامية إلى رونالدو، رونالدو مع الكرة، رونالدو، رونالدو، رونالدو عايز يعدي رونالدو، لكن هنا ضغط عليه من جوانكا، أخذ الكرة إلى فواز صدور يلعب، لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسة للحسن لتاليسكا. خلص الفارق والهدف الأول للنصر، تاليسكا هو اللي سجل الهدف الأول لتشتعل المباراة 2-1. تاليسكا يا لعيب، تاليسكا يا لعيب، بصوا هو مد ظهره عارف هيحط الكرة فين، تاليسكا يا لعيب في الدقيقة 44 النصر يفر، يقلص الفارق إلى 2-1 أمام الشباب ليفرح جمهور النصر. ديربي، ديربي بكل ما تحمله الكلمة. سيو يلعب الكرة الطويلة، كيم جونج سيو، هذه هنا بالراس سلطان الغنام يقطع، يتدخل سانتي مينا، سانتي مينا عايز يلحق سانتي مينا ولكن طولت من قدامه إلى تبس.
اهدى اهدى اهدوا اهدوا. مين اللي اخذ كارت احمر يا جماعه؟ في انذار كده لحارس المرمى روسي. روسي حارس بيتقدم، لكن مين اللي في المناطق الاماميه؟ ما فيش حد. غريب رجع الى رونالدو، معاك رتشوفياك، عدى رونالدو، مر رونالدو، لعب العرضيه، ولكن اياجو يطلع الكره. مع الكرة كريتشوفياك، ولكن صفارة من حكم المباراة بينهي شوط اللقاء الأول. الشباب يتقدم الثاني. دينكو إريتشيتشي هو المدير الفني الكرواتي لكتيبة النصر، وخوسيف فينتي مورينو لنادي الشباب. تجامي لمسة إلى ألفارو بكرة أمامية ما تلاقيش أي حد خالص، لكن هنا يضغط تاليسكا ويلحق كيم جونغ سو ويطلع الكرة. واحد من اهم اللعيبه التكتيكيين في الشباب هو حسين القحطاني، ضغط عليه تاليسكا، تاليسكا يا راجل يا راجل. رونالدو كان كريم معاك، رد له الهديه، لكن تاليسكا تقدم وسدد، عليت على العارضه. شوف هنا كريتشوفياك تاني كوره يغلط فيها، وهنا التسديد. جونيور فاضي، كالو جونيور فاضي، لعب الكوره لكن خبطت، نزلت لمتعب الحربي لجوانكا بكعب القدم الى سانتيمينا لالفارو، وسانتيمينا يسدد والى ركنيه. الشباب ما شاء الله عليه، توقعه ان الكوره هتروح في المكان ده دائما ما يصيب، لكن بص سلطان الخنام اتقدم ولعب عرضيه، خبطت وردت مره ثانيه، الضغط من جديد، متعب الحربي لكن ياخذها الحسن الى سلطان الخنام الى الحسن. خطيره 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 خطيره. عاد النصر، عاد النصر، عاد النصر من الخنام الى الحسن الى غريب. النصر يعود في المباراه. ريمونتادا في السريع، ريمونتادا في السريع، وعبد الرحمن غريب كان من المرمى قريب وسجل التعادل للنصر. هذه الكوره قلت لك خطيره خطيره خطيره، وهذه عبد الرحمن غريب، انهاء رائع، هو الهدف الثاني، هدف التعادل، النصر يعود في المباراه 2-2 في الدقيقه 50. يرجع النصر في المباراة، قدروا يضغطوا كويس على لاعبي الشباب، قدروا يغلطوهم، قدروا يغلطي. ها هي الإثارة وها هي المتعة الرائعة في أرضية الملعب. لمسة إلى الحسن إلى غريب، مع الكرة غريب، غريب يمرر إلى كريستيانو، كريستيانو كريستيانو كريستيانو، عرضية إلى تاليسكا، لسه الخطورة والكوري يتألق ولا تخدم. يمرر الكرة على الأرض عند بانيجا، خطيرة للشباب. كارلو جونيور، كارلو جونيور، وحلوة حلوة 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 من كارلو جونيور. دامو قارب إلى أياجو سانتوس، اياجو، لكن بص هنا الافتكاك من سلطان الغنام، الغنام الغنام، عدى الغنام، عدى الغنام، عدى الغنام، وهنا السقوط. حكم المباراه بيقول ما فيش حاجه، والى رمي التماس، رمي التماس. سلطان الغنام اللي عامل شوط لقاء ثاني رائع، وهو في شوط اللقاء الاول بالمناسبه يعني في الهجمه اللي كان اضعها. الفارو غسلان كونان، مع الكرة غسلان اللي مرر الكرة إلى جوستافو على الأرض لرونالدو، رونالدو 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 رونالدو، صاروخ مانيرا الثالث للنصر، الثالث للنصر، الثالث للنصر، كريستيانو رونالدو. 3 2 1 كريستيانو نمبر 1. يا سلام يا سلام، كريستيانو رونالدو يتقدم للنصر بالهدف الثالث في الدقيقة 59، كريستيانو يسجل ثالث الأهداف. رونالدو هيعمل إيه رونالدو؟ الجمهور عايز الاحتفال بتاعه، الجمهور عايز سي يا رونالدو، وهنا سي يا رونالدو. 3-2 يا ولد يا رونالدو، اللي ركنها حلوة 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 من رونالدو. بص البصة دي، بصوا شوفوا البصة دي، طب بصوا شوفوا البصة دي، تتعاد مرة واثنين وثلاثة، شوفوا بصة رونالدو على الزاوية
اللي سجل الهدف الثالث ليتقدم النصر، ليتقدم النصر يا دينكو يا إليتشيتش. النصر لا يريد أن يتنازل عن الدوري، النصر إلى آخر رمق. 3-2، تبدل حال المباراة رأسا على عقب. 3-2 الشباب. رجعت الكرة إيفار بانيجا، يمرر إلى كارلوس جونيور اللي يرجع، ولكن لأن هناك روح النصر عاد النصر بهدف قبل نهاية الشوط الأول. لكن الضغط من فواز وعرضية يا راجل، الفني في أرضية الملعب إلى كرة طويلة أمامية عند علي الحسن، مع حسن توبكتي عدى مع الكرة لسه. الضغط من حسان والعودة اتنين عليه والكترة تغمي مين يرمي شمال بالمناسبة. لكن بص هنا الهدف، شوف البصة بس، شوف البصة، لو يرجع المخرج ويجيب البصة بتاعت رونالدو اللي لمح الزاوية كده وحط الكرة، وهنا احتفل مع الجمهور. إلى كارلوس جونيور، جونيور اللي مرر واحدة في الجانب الأيسر إلى متعب الحربي، الحربي عرضية من الحربي سنتيمينا براسه، وأجستير روسي يطلع الكرة فيها إيه؟ فيها ضربة مرمى على عقب. علي الحسن غادر للإصابة ولا شارك بدلا منه. سلطان الغنام بيتلاعب بمتعب الحربي لسامي الناجعي، يحاول يعدي سامي الناجعي، شوف الضغط في وسط الملعب. كريتشوبياك وإيفار بانيجا، خطأ على الأرجنتيني وإنذار على إيفار بانيجا. شباب سيستضيف التعاون يوم 27 على أن يخرج إلى أبها لمواجهة ضمك. أدي هنا الضغط اللي موجود، تمريرة لكن هنا مرة تانية يضغط الدفاع ويطلعها لخارج الأيسر. متعب الحرب بينطلق، اللي واقع هو غريب، وادي الكورة على الأرض مرة تانية جوانكا لكارلوس جونيور. يا راجل يا راجل، التعادل بيضيع على الشباب، كارلوس جونيور يحطها لكنها بتمر بمحاذاة القائم. نواف بوشل مكان عبد الرحمن غريب صاحب الهدف، لمسة لكريتشوفياك على الأرض، جوانكا كعب قدم لكن اتقطعت. تاليسكا لرونالدو، رونالدو وحسان، رونالدو حبس على الكورة حطها في اليمين نواف بوشل قدامه تاليسكا، يلعب الكورة لتاليسكا ولكن اياجو يلحقها من امام رونالدو ما لحقش، ومرت الى خارج الملعب والى رمي التماس. فواز يلعب الكورة عند اياجو لكن لويس جوستافو قطع، مرر الكورة جت عند رونالدو، مع الكورة رونالدو والسقوط، ودانييل اورساتو بيقول راية وتسلل، اورساتو بيقول راية مرفوعة وتسلل وضربة حرة. شوفنا الكورة اللي اتلعبت من جوستافو وجت في فواز زهور وإلى رونالدو اللي كان يمرر الكرة عند كريتشوبياك لتركي العمار، العمار نقل في اليمين لفواز زهور عرضية، ولكن المرة دي كونان يحط قدمه وإلى ركنه. المرة دي جوانكا يلعب الضربة الركنية خطيرة، ولكن أغوستين روسي يطلع الكرة بالبوكس، لكن دانييلي أورساتو يصفر ويحميه ويحتسب خطأ. بانيجا إيفار بانيجا، الضغط من سامي الناجعي، شوف هنا الكرة اللي بتوصل إلى فواز، نواف بوشل معاه، فواز لعب عرضية عالية 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 رأسية من سنتيمينا، ولكن المرة دي بقى أغوستين دانييل روسي. خلاص يعني المباراة في الرمق الأخير، وضرب مرمى لذلك العودة إلى محاولة من أقصى الجانب الأيسر إلى هتان بهابري مع الكرة، هتان ينقل واحدة في الجانب الأيسر حسين الصبياني، ولكنها عند روسي اللي بيطلع يمسك الكرة دانييل روسي. بص هنا طفل صغير شايل علم النصر قبل معي، ولكن حسين الصبياني يقطع عند حسان توبكت الأخر، قطع سامي الناجعي، مرر الكرة رونالدو يسدد لكنها على يمين الحارس وإلى ضربة مرمى. ينزل مكانه أيمن يحيى 23، وعندنا محمد مع الكرة، سامي يحضن عليها سامي، وفي النهاية الكرة معها صافرة النهاية، النصر يفوز.